مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع السيد رئيس الوزراء الليبي السيد علي زيدان دولة الرئيس اهلا بك في سكاي عربي اهلا وسهلا بك استاذ سمير ومرحبا بك في طرابلس وفي ليبيا شكرا جزيلا دولة الرئيس يواجه الليبيون الان معضلات امنيه سياسيه اجتماعيه اقتصاديه مركبه نبدا مباشره بام المشاكل الوضع الامني في ليبيا كيف تراه وكيف تقيمه الوضع الامني في ليبيا تطور تطور ايجابي خلال هذا الاسبوع يرتكز السبب في تدهور العو... تركز السبب في تدهور الوضع الامني في وجود السلاح في ايدي العامه وفي ايدي الكتائب المتمركزة في عدة اماكن في طرابلس وبنغازي والمدن الاخرى ووجود هذه الاسلحه عند اشخاص لا يعرفون الضوابط والقوانين والتراتيب التي تحكم استعمال السلاح بحكم انهم ليسوا عسكريون محترفون وليسوا امنيون محترفون. وهذا الامر اوجد هذه الوضعيه. عطل الدوله بالكامل، عطل الحكومه عن العمل، عطل التجاره، عطل الاقتصاد، عطل الخدمات، عطل النفط. اصبح اداه مسلطه على اعناق الناس في هذه البلاد واعاق الدوله اعاقه تامه. ولكن بعد انتفاضة الشعب يوم الجمعة الماضي أو ما قبل الماضي واستشهاد ما يزيد على خمسين شهيد وشهيدة في سبيل تحقق الأمن ونزع السلاح من الكتائب أصبح الأمر أمرا واقعا من لا يريد أن يتخلى عن سلاحه سيواجه الشعب الشوارع إذا أراد إطلاق النار فليطلق النار ولكن سيكون تم إطلاق ناره عشرات الضحايا من الشعب شهداء في سبيل قيام الدولة دولة القانون، دولة الأمن، دولة الاستقرار، دولة التنمية. دولة الرئيس دعني يعني أشير هنا إلى أن أنت تتحدث عن طرابلس وكأنها كل ليبيا في النهاية طرابلس ليست كل ليبيا لدينا جماعات مسلحة في أكثر من مدينة. نعم. م. ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. وهذه الخطوة بدأت في عاصمة البلاد وأكبر مدنها والتي تحوي أكبر عدد من السكان يعني أكثر من لكن ليس أكبر عدد من الجماعات المسلحة آه أكبر أيضا عدد عد يعني أكبر عدد من الجماعات المسلحة القوية يعني الكتائب الموجودة في طرابلس كتائب قوية يعني في طرابلس وبنغازي بالذات وسبها هذه الكتائب كتائب قوية تسليحها كبير وقواتها كبيرة ووراها مدن ووراها قبائل وورا فهذه إذا نجحنا في هذه الخطوة هذه الخطوة ستنتقل إلى مدن أخرى كان هناك مخاوف يعني ارتفاع وتيره الخطاب الجهوي في الدعوه لخروج السلاح من طرابلس، هناك مخاوف من ان تتحول ليبيا الى مراكز ابناء طرابلس يواجهون ابناء مصراتة بخطاب عدائي وربما العكس وفي الزنتان وفي يعني مدن اخرى، الا تخشون من زياده نبره الاصوات الجهويه؟ نحن خرجنا من ثوره، هذه الثوره كانت على قدر شديد من العنف وتداعياتها كانت في مختلف الاتجاهات عرضا وطولا أفقيا وعموديا نالت كافة نواحي البلاد وكافة مقدرات الحياة وبالتالي ينبغي أن نراه ما ترتب على هذه الثورة من تداعيات ودمار عندما حدث ما حدث وأثير ما أثير في تقديري كان في غمرة الانفعال الذي أو رد الفعل الذي حدث بعد سقوط أو استشهاد خمسين وهذا متفهم ينبغي الأطراف أن تتفهم ذلك ولكن التمادي في هذا الأمر التمادي في تأجيج هذا الاستقطاب هو السيء وينبغي أن لا يكون من أناس في موقع المسؤولية طرابلس هي عاصمة ليبيا وهي لكل الليبيين ولا يستطيع يد أحد يدعي أن طرابلس له بمفرده أو لوحده ولكن ينبغي أن يسود القانون ويسود النظام ولا احد يخالف القانون لا في طرابلس ولا غير طرابلس امتلاك السلاح والسير به في الشارع واستعماله ضد الناس سواء في طرابلس او في غير طرابلس هذا امر محرم ومنوع. وقد احالت الحكومه يعني قانون للمؤتمر الوطني العام لاعتماده يحرم رفع السلاح واستعماله على غير المجاز لهم من الشرطه والجيش او الشخص الذي لظروف امنيه يصرح له بترخيص لكن لكن تمام. عفوا اخلاء نعم. الاخلاء وغيرها من السلاح لا يتحقق بالنوايا الطيبه او يعني بدعوه الناس للتظاهر، هل لديكم خطه لان يتولى الجيش او الشرطه هذه المهام؟ هل تتوقع حدوث صدام بين الدوله ومؤسساتها المسلحه وبين هؤلاء المسلحين؟ نحن عشنا مسيره الثوره ثلاث سنوات ولعلك اكثر ما تسمعه في الشارع ان الحكومه ضعيفه وان الحكومه عاجزه وان الحكومه غير قادره وفي واقع الامر الامر ليس كذلك سهل ان تستعمل القوه وان 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 تواجه الناس لكن صعب ان توقف الحرب بعد ان تبدا نحن لنا خطه شكلت لجان ولجان فرعيه لاستلام المقرات ولاستلام الاسلحه من الذين يسلمون اسلحتهم اخطر الجيش كي يتاهب لهذا الامر والجيش سيضع خطه لهذا الامر كذلك اجهزه الامن نحن في هذه الثوره دائما كنا نواجه الامر يوم بيوم ولحظه بلحظه انت تخطط عندما تكون كافه المعطيات التي تساعدك على التخطيط موجوده بين يديك. لكن نحن في هذه الثوره عشنا المفاجات كل يوم. الان الخطه هي اخلاء طرابلس اولا من مظاهر التسليح من مظاهر التسليح حتى نفكك هذا الاحتقان ونحقق خطوه عمليه للليبيين تعطي الدليل للجميع ان امر اخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة أمر واجب ونافذ وعملي وتحقق لا يستطيع أحد بعد ذلك عندما تخلى طرابلس من السلاح أن يتحجج ويقول أنا أريد أن أتمسك بسلاحي لا يوجد مبرر أنا أتحدث عن الجيش الليبي ثاني, ثاني. نعم أقول لك هذه واحدة الجيش الليبي متابع لهذا الأمر وأخت وزير الدفاع ورئيس الاركان وهيئه وهيئه العمليات بهذا الامر والان في جلسات مستمره في فرق في بفرق عمل يتاهبون لهذا الامر والجيش هو الاداه التي ستنفذ هذه الخطه خاصه وان نحن الان بصدد مش بصدد احنا على وشك استلام تزويدات لتسليح الجيش تصل إلى معسكرات الجيش وسيتم استعمالها أيضا على وشك تفعيل السلاح الجوي تفعيلا جيدا والسلاح الجوي قوة ضاربة تستطيع أن تحسم الأمر إذا وصل الأمر إلى 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 ما المواجهة. المواجهة المواجهة ستكون إذا اقتضتها الأمر الجيش لم يعمل إلا لهذا الأمر نحن الامر الذي ينبغي ان يكون واضحا لجميع هؤلاء ابنائنا ومواطنينا وعدد منهم ساهموا في الثوره وقاموا بها، وعدد منهم خرجوا من السجون وعليهم احكام، وعدد منهم انتهزوا الفرصه وحملوا السلاح واحتسبوا نفسهم من الثوار وهم ليسوا من الثوار. فالتعامل مع هذه الفئات كلها سيكون له يعني معايير وشروط و و و تقدر كل حالة بقدرها لكن لا حياد لا عودة لا رجعة عن تجريد ليبيا بالكامل من سلاح غير سلاح الجيش والشرطة هذه البداية والهدف هو أن تكون ليبيا دولة مدنية السلاح ليس موجود في الشارع لا أحد يستعمل السلاح إلا من هو مخول لاستعماله عفوا أنا لا أريد الاستغراق في هذه النقطة ولكن فضل. فقط أريد الإشارة إلى هل لديكم خطط ليم بناء القوات المسلحه الليبيه هل هناك دول ستدعمكم في مساله التدريب والتسليح ما هي هذه الدول ما هي الخطط للتسليح المستقبلي احنا الان عندنا خطط الامم المتحده كانت معنا في هذا الامر وعده الورقه البيضاء لاعاده تنظيم الجيش الان وزير الدفاع الجديد ورئاسه الاركان وبقيه الاسلحه في طور تجديد الجيش احيل عدد كبير من الضباط القدامى الى التقاعد الآن هناك حملات تجنيد واسعة على في الداخل وهناك حملات تدريب في الخارج الآن عندنا حوالي خمسة آلاف متدرب بين ضابط وضابط صف في الخارج وسيخرجون خلال الثلاث أشهر القادمة ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف متدرب إلى عدة بلدان هناك ما هي هذه البلدان بلدان إيطاليا تركيا بريطانيا مصر السودان سيكون أيضا اتفاق مع الأردن في هذا الأمر ايضا بعض الضباط النوعيين ممكن يرسلوا الى دوله الامارات او الى قطر، وزار وزير الدفاع المملكه العربيه السعوديه، وعندنا يعني توجه للتعاون معهم بالذات في مجال حرس الحدود، يعني احنا يعني متجهين لان الامر يقتضي منا ان نسرع، نسرع في تنظيم وتفعيل الجيش، فلا بد ان نسير في خطوط متوازيه ومتعدده من اجل ذلك. دولة الرئيس البعض يتحدث عن ان خلف هذا الحراك الشعبي الان المطالب بابعاد المظاهر المسلحه من العاصمه الليبيه عدد من اركان نظام الرئيس الليبي السابق وعمر القذافي. يعني كيف تنظر الى هذا الحراك؟ هل هو يعني من ابناء الثوره بشكل صرف؟ هل هناك قوى سياسيه تدعمه؟ هل هناك قوى اجتماعيه واصحاب نفوذ سابق يدعمونه؟ أنا في تقدير هؤلاء الذين يتحدثون هذا الأمر لا يقرؤون الأمور قراءة واقعية. الذين تلظوا وأودوا بفعل الرصاص هم الليبيون اللي موجودين في ليبيا الناس العامة الشارع من خرج إلى الشارع الأطفال والنساء والشباب والكهول كل فئات الشعب الليبي التي تضررت من هذا الأمر خرجت للشارع بحماس وباندفاع وبقوه من اجل رفض التسلح، وبالتالي هذا الكلام الكلام مردود على اصحابه اللي تحرك هو ضمير الشعب الليبي، هو الشعب الليبي انتفض هذه الرساله الواضحه لكن وانا أؤكد لك واحد عمل مع القذافي هذه السنوات كلها لا يمكنه ان يكون صاحب موقف او صاحب مبدأ من الصعب لان القذافي سلب الجميع من اراده المبادره واراده الفعل. دوله الرئيس فيما يتعلق باركان نظام الرئيس السابق معمر القذافي طلبتم من نيجر بتسليم من لديها وهنا ايضا من يتحدث عن المطالبه بمحاكمات عادله دون اي انتقاميه للموجودين سواء سيف الاسلام او المحمودي حقيقه نحن في ليبيا لا نريد ان احنا صرنا ضد القذافي وناظرنا ضد القذافي سنوات ولا نريد ان نعمل الاعمال التي مارسها القذافي ضدنا اتجاه اخرين. عبد الله السنوسي موجود هنا في السجن. سجن حسب المعايير الدوليه كذلك البغدادي المحمودي، كذلك سيف الاسلام، كل العناصر الموجوده في السجن الان تعامل معامله كريمه، معامله انسانيه، معامله تليق بالانسان كانسان. وهذا يعرفه القاصي والداني، الامم المتحده زارت السجناء. الهلال الصليب الاحمر زار السجناء كافه المنظمات الدوليه التي طلبت زارتهم ولابد بد ان يقدموا للعداله ولا بد ان تقول العداله كلمتهم كلمتها متى سنبدا يعني اجراءات محاكمه واضحه احنا الان الحكومه ليس لا الحكومه ولا المؤتمر لها سلطان في هذا الامر الحكومه والمؤتمر يساعدون الجهاز القضائي في لوجستيا وامنيا في اداء مهم النيجر النيجر دولة تربطنا بها علاقة خاصة وعلاقة وثيقه وطيده جاء السعدي ذهب الى هناك وهو موجود في النيجر الرئيس النيجيري والحكومة الحكومه النيجيريه بيننا بينهم حديث طويل في هذا الموضوع لم يسلم حتى الان السعدي لكن موجود هناك ولن يتحرك اعطانا الرئيس تعهد ان السعدي اذا خرج من النيجر لن يخرج الا الى ليبيا او يبقى في النيجر في تقديري حسب ما فهمت من بعض المسؤولين نجد انه في حاله صحيه سيئه او يعني في وضعيه نفسيه سيئه، أو هذا امر طبعا تفاصيل لن ادخل فيها، لكن نحن مطالبون بهذا الامر، وهذه اشياء تحكمها اجراءات قضائيه دوليه متفق عليها. لا نستطيع ان نتجاوزها، لكن بامكاننا الضغط والمحاوله ومعاوده الطلب الى ان يتحقق هذا الامر، احنا حريصين على حسن علاقتنا بالجوار ايا كان هذا الجوار. من أجل مصلحتنا ومن أجل مصلحتهم ونحن على تنسيق ممكن أحد الوزراء سيأتي خلال اليومين القادمين إلى ليبيا وسيكون فيه قدر كبير من التنسيق بينه وبين نيجر سواء في حماية الحدود أو في ترتيب عملية التنقل والتعاون لأن هذه دولة جارة ودولة هاجر إليها الليبيين في عهد الإيطاليين واحتوت عدد كبير منهم فينبغي ان تكون علاقتنا بها جيده سواء في النيجر او لتشاد وانا حرصت من البدايه على هذا الامر والتقيت بالرئيس دريس ديبي في الامم المتحده مؤخرا واكدت له ذلك وحريصين على تطوير التعاون مع هذه الدول وعلى توثيقه يعني. الرضا الشعبي تجره قاطره واضحه قاطره الاقتصاد ورفع اداء الخدمات الاساسيه نعم. يعني في ظل ما يتردد بشأن خسارة ليبيا لي بشكل يومي لي لنحو 130 مليون دولار بسبب تعطل حقول النفط هل لديكم خطة للتعامل مع هذا الأمر وهل يعني في ظل تراجع الخدمات في كثير من أرجاء ليبيا كيف ستعملون على حل هذه المشاكل؟ سنحلها كما تعمل الدول في حل هذه المشاكل نحن أعطينا مدة طويلة للقبائل للحكماء للوسطاء كي يقوموا بدورهم حاولنا أن نصبر صبر طويل الأول المؤتمر الوطني العام شكل لجنة أو هي خلية الأزمة قامت خلية الأزمة بالسفر إلى طبرق اتصلت بعدة بمناطق بعدد من القبائل في منطقة الهلال النفطي الآن للقبائل في المنطقة الأمر واضح الحكومة صبرت دارت يعني راعت لكن الأمر وصل الى منتهاها الان يكون معلوما للجميع ان الدوله ستمارس دورها متى وكيف سيحدد لكن لم يعد هناك مجال لتفهم شخص معين يكلف بحراسه النفط يخون الامانه ويخدع الدوله ويخدع الليبيين جميعا ويستولى على مؤسسات الدوله هذا امر غير مفهوم وغير مقبول وغير والشعب الليبي لن يقبل به تحدث الينا كثير من الليبيين عن نقص الخدمات في كثير من المدن والقرى الامر يعني كان مرهوم بالسلاح اللي موجود في الخارج هذا هو العائق عاق عن التنميه عاق عن الخدمات عاق انت شخص بسيارته يذهب لاصلاح يعني شبكه الكهرباء في مكان ما تاتي اليه مجموعه مسلحه تاخذ منه سيارته ومعداته وتقطع الاسلاك النحاسيه حتى تباع عبر الحدود الى مافيات المعادن مافيات الخرده وهذه هذه هي الوضعيه هذه التعطل نتيجه الوضعيه الامنيه بعد ما تنتهي الوضعيه الامنيه وتنتهي ازمه النفط ليس عندنا مبرر في هذا ستعود الخدمات سيعود الناس لممارستها لان الخدمات في معظمها ستكون خدمات خاصه من قبل الشركات الخاصه على ذكر الشركات الخاصه الاستثمارات الاجنبيه في ليبيا وهل هذا ربما سيؤثر على استقلاليه القرار الليبي؟ ربما تدفعكم رغبتكم في استقطاب استثمارات اجنبيه ان تفرطوا في قدر من استقلاليه قراركم؟ ابدا احنا ليبيا لسنا في حاجه لكي نقبل بعقود فيها شيء من الغرم او فيها شيء من التنازل ليبيا بلد واعده إذا استتب الأمن فيها واستقرت إمكانيات الاستثمار فيها إمكانيات واعدة وإمكانيات مغرية وبالتالي نحن في موقف قوي لن لن هذا في تقديري يعني على الأقل في تقديري أن الدولة ليست في حاجة لأن تتنازل أي تنازل لاي جهه لكن من سندوكم في الثوره وحيث كنت ممثل المجلس الانتقالي في اوروبا وفرنسا ربما يريدون ان يحصدوا ثمار هذه المسانده وهذا الدعم لكن هذا لن يكون بغرم الشعب الليبي يعني يقدم هذه المسانده وهذا الدعم هذه قوى ديمقراطيه دول ديمقراطيه تدعو للديمقراطيه تدعو لحقوق الانسان فاذا كان هذا الامر حقيقه ينبغي ان يراعوا هذا الامر عندنا نحن سنفتح التنافس بين الدول في عطاءات مفتوحه عطاءات كل يقدم فيها عرضه بما لديه من جوده ولديه من حسن نوعيه وحسن خدمات وسرعه انجاز، كل هذه الشروط الموضوعيه التي تراعى في العطاءات هي التي ستحكم هذا الامر. لا يكون هناك شروط تفضيليه ربما لدول مثل تركيا، فرنسا، قطر وهي الدول التي اشتهرت بانها كانت داعمه للثوره الليبيه. اذا كانت الشروط التفضيليه لا تخل بالشروط الأساسية اللي هي شروط الجدوى في المشروعات قد تكون لكن إذا كانت تخل بشروط الجدوى أني أفضل دولة حتى تبني لي مشروع لا يكون مناسب لما أطمح إليه هذا أمر لن يكون بحال من الأحوال هم. ألا تقلقون من هذا الوضع؟ نعم لا تقلقون من هذا الوضع؟ لسنا في حاجة لأن نتناسل من قدم لنا خدمة بالأمس قدمها صحيح لنا كليبيين ولكن من باب أولى قدمها للسلم العالمي للسلم الإقليمي في البحر المتوسط لو تكلمنا على فرنسا على سبيل المثال أنا قبل لا أتي إليك كنت جالس مع السفير الفرنسي وتحدثنا في بعض المشاكل في حاجات أو في أشياء موجودة عند فرنسا نحن نحتاج لها لكن في أشياء موجودة في أمريكا ولا ليست موجودة في فرنسا في أشياء موجودة في إيطاليا أو خدمات عند الإيطاليين ربما تكون أفضل ماذا بشأن الشرق روسيا والصين الشرق الروسي والصين الباب مفتوح، الصين م. في القطاع الخاص وقطاع الخدمات وقطاع التزويدات، السوق مفتوح على مصراعيها، المنتج الصيني هذا منتج فارض نفسه م. على الجميع، حتى على امريكا وعلى على بريطانيا وعلى م. المانيا، بالنسبة للروس ايضا نحن نسعى لاعادة وتطوير العلاقة معهم، ونسعى لأن تعود العلاقة إلى مستوى أفضل، وتحد يعني تم الحديث مع بين السيد وزير الخارجية ووزير الخارجية الروسي وكذلك المندوب الدائم في الامم المتحده من اجل اعاده السفاره ونرتب للسفاره حراسه جيده وتعود العلاقه يعني المساله نحن الان علاقتنا ستكون علاقه متوازنه تستفيد من كل ما هو ممكن في العالم وتستفيد من كل العلاقة سنعيد علاقتنا مع جنوب افريقيا كما كانت ذهبت من وفود البرازيل الهند ايضا من الدول التي نستهدف علاقه جيده معها كذلك الصين تركيا تربطنا بها علاقة جيدة مستمرة ومتطورة، مصر العزيزة أيضاً نأمل أن تتهيأ الأوضاع فيها وتعود الأمور إلى 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 سابق عهدها عندما تستتب الأوضاع وتكون الأمور على معتادها إن شاء الله. على ذكر مصر أنتم يعني بين ثورتين في تونس، الثورة ما زالت ترتدي زياً إسلامياً وفي مصر خلعت مصر زيها الإسلامية وعادت مرة أخرى ربما إلى ما يمكن وصفه بحركة مدنية. آه، علاقتكم بالبلدين مصر علاقتنا بها ثابته مستمره متصله انا ذهبت لمصر والتقيت ب السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير رئيس الوزراء وسيد وزير الدفاع وتحدثت لهم ان نحن صلتنا بمصر صله ثابته لا تتزعزع صلتنا بتونس ايضا سواء في عهد الرئيس الحبيب بورقيبه او عهد الرئيس زين العابدين او ديما علاقة ثابتة لأن هذه علاقة شوار وعلاقة عميقة عمق التاريخ لا يستطيع أحد أن يغيرها أو يبدلها تونس والقذافي لم ينتهي يعني انفتحت للليبيين وأصبح فيها قرابة مليون ليبي في على مدى أشهر فتحت البيوت والأماكن وأصبح معسكرات اللاجئين والمستشفيات وقامت بدور مهم وكذلك الحال بالنسبه لمصر وبالتالي نحن العلاقه مساله ليست محل جدال